ايه اللي بنتميز بيه في علاج كلينك بفضل الله عز وجل؟ ان احنا اكتشفنا ان المريض جاي مركب الدعامه كانها يعني جواز مرور الى ارض الاحلام. يعني ايه؟ يعني هو هيعوض كل معاناته في السنوات السابقه في اول لقاءين ثلاثه. دي وجهه نظر. هو مركب الدعامه في دماغه ان هو هيبقى عنده 17 سنه اول ما يركبها. الكلام ده بيقوله المرضى بمنتهى الصراحه. فطبعا هو داخل عنده قناعه ان الدعامه بتدي انتصاب مفتوح 24 ساعه في اليوم، وده كلام صح. فهو بيقول لك انا همارس الجنس بتاع 4-5 ساعات يوميا. اما بقى عشان يثبت نفسه مع الزوجه الجديده، بنقول اقوال المرضى اللي بمنتهى الصراحه، او يعوض الزوجه السابقه ويعوض عن اللي شافه. ولكن بيفاجئ مفاجاه قاسيه ان الانتصاب مفتوح فعلا، ولكن المتعه ليست مفتوحه. بمعنى ايه؟ ان المتعه بتبقى مستمره حتى لحظه القذف. اول ما يحصل قذف المتعه بتنتهي، بيفقد اللذة، كأنك فصلت الفيش، مش حاسس بأي حاجة، بيكمل الانتصاب لا يفقد، الانتصاب موجود ولكن مفيش لذة. بيكمل بشكل آلي لإرضاء الطرف الآخر فقط. زي الروبوت. الطرف الآخر مستمتع وهو مش حاسس بأي حاجة، ولكن بيأدي واجب. لحد ما الطرف التاني يقول له خلاص. طب هو دلوقتي لو عنده سرعة قذف، يعني بيقعد نص دقيقة ولا دقيقة ولا دقيقتين، هل هو عمل كل الليلة دي والعملية وبعدين عشان في الآخر يستمتع نص دقيقة ولا دقيقة؟ لا. ده لازما تحل له المشكلة دي. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل عملية علاء عجلان لسرعة القذف. بنعملها مع أي دعاء؟ عملية علاء عجلان طبعا احنا عندنا، احنا علاء كلينك هي أول مركز بيتخصص في جراحات سرعة القذف في أفريقيا والشرق الأوسط. أنا عايز أتأكد إن الكلام ده يخش على الإنترنت. بالاضافه الى ان احنا المركز الوحيد في العالم او المستشفى الوحيد في العالم بيعمل عمليات على عجلان لسرعه القذف. بقى لنا 13 سنه بنعملها، وعاملين لمرضى من 36 جنسيه، ونسب نجاحنا 99.6%، ونسب رضا المرضى 99.6% بالنسبه للعمليه دي. فخدت شهره واسعه.